بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 73 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. يواصل الشيخ رحمه الله الرد على الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل بحجة أن إثباتها يلزم منه التشبيه، لأن هذه الصفات موجودة في المخلوقين. فيقول رحمه الله: إن الاشتراك في الاسم العام المطلق لا يلزم منه التشابه بين المشتركين ولو اتفق المعنى العام. يقول: وذلك أن هذه الأسماء العامة إما أن تستعمل عامة مطلقة، كما إذا قيل الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم ومحدث وخالق ومخلوق، والعلم ينقسم إلى قديم ومحدث، وإما أن تستعمل خاصة معينة، كما إذا قيل وجود زيد وعمر وعلم زيد وعمر وذات زيد وعمر. فإذا استعملت خاصة معينة دلت على ما يختص به المسمى، لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج. فإن ما يختص به المسمى لا شركة فيه بينه وبين غيره. فإذا قيل علم زيد ونزول زيد واستواء زيد ونحو ذلك لم يدل على ما يشركه فيه غيره. لكن لما علمنا أن زيدا نظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه، ونزوله نظير نزوله، واستواءه نظير استواءه، فهذا علمناه من جهة القياس والمعقول والاعتبار، لا من جهة دلالة اللفظ. فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فذلك في الخالق أولى. فإذا قيل علم الله وكلام الله ونزوله واستواءه ووجوده وحياته ونحو ذلك، لم يدل ذلك على ما يشركه فيه أحد من المخلوقين بطريق الأولى، ولم يدل ذلك على مماثلة الغير له في ذلك كما دل في زيد وعمر، لأن هناك علمنا التماثل من جهة الاعتبار والقياس لكون زيد مثل عمر، وهنا نعلم أن الله لا مثل له ولا كفء له ولا ند له، فلا يجوز أن نفهم من ذلك أن علمه مثل علم غيره، ولا كلامه مثل كلام غيره، ولا استواءه مثل استواء غيره، ولا نزوله مثل نزول غيره، ولا حياته مثل حياة غيره. ولهذا كان مذهب السلف والأئمة إثبات الصفات ونفي مماثلتها لصفات المخلوقات. فالله تعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص فيه، منزه عن صفات النقص مطلقا، ومنزه عن أن يماثله غيره في صفات كماله. فهذان المعنيان جمع التنزيه، قد دل عليهما قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. فالاسم الصمد يتضمن صفات الكمال، والاسم الأحد يتضمن نفي المثل. فالقول في صفاته كالقول في ذاته، والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. لكن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. فعلم الله وكلامه ونزوله واستواءه هو كما يناسب ذاته ويليق بها، كما أن صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بها. ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات العبد إلى ذاته. ولهذا قال بعضهم: إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له وأنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. فهذا إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصيص والتقييد، وهذا هو الوارد في الكتاب والسنة. وأما إذا قيلت مطلقة وعامة، فالمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لا في الأعيان، فلا يكون موجودا عاما مطلقا أو عاما إلا في الذهن،
إلى أن قال رحمه الله: وتمام الكلام في هذا الباب أنك تعلم أن لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصصة، ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية، فإذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، فلولا أننا نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما ورضا وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. كذلك لو لم نرى في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك. وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا، فلا بد فيما شهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك هو مسمى اللفظ المتواطئ، فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأة نفهم الغائب ونثبته، وهذا خاصة العقل، ولولا ذلك لم نعلم إلا ما نحسه، ولم نعلم أمورا عامة ولا أمورا غائبة عن أحساسنا الظاهرة والباطنة. ولهذا من لم يحس الشيء ولا نظيره لم يعرف حقيقته. ثم إن الله تعالى أخبرنا بما وعدنا به في الدار الآخرة من النعيم والعذاب، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به، ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وهذا تفسير قوله تعالى: وأتوا به متشابها على أحد الأقوال. فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات في الآخرة مشابهة وموافقة واشتراك من بعض الوجوه، وبه فهمنا المراد وأحببناه ورغبنا فيه أو أبغضناه ونفرنا عنه، وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر قدرها في الدنيا. وهذا من التأويل الذي لا نعلمه نحن بل يعلمه الله تعالى. ولهذا كان قول من قال إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله حقا، وقول من قال إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله حقا، وكلا القولين ماثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فالذين قالوا إنهم يعلمون تأويله مرادهم بذلك أنهم يعلمون تفسيره ويعلمون معناه، وإلا فهل يحل لمسلم أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف معنى ما يقوله ويبلغه من الآيات والأحاديث، بل كان يتكلم بألفاظ لها معاني لا يعرف معانيها؟ ومن قال إنهم لا يعرفون تأويله أرادوا به الكيفية الثابتة التي اختص الله تعالى بعلمها. ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم، وفي ذلك من الصفات وغيرهم وفي غير ذلك من الصفات. فمعنى الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخون، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما وعد به في الجنة تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته فقد قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أخبرنا الله تعالى من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه، ونفهم الكلام الذي خوطبنا به، ونعلم معنى العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة
ونفرق بين مسميات هذه الأسماء، وأما حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلم نحن، ولا نعلم متى تكون الساعة. تفصيل ما أعده الله عز وجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا في هذين المخلوقين فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبرياءه وفضله أعظم وأكبر مما بين مخلوق ومخلوق. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.